خلال هذه البطولة مستوى بلنت حسن كيف كان؟ وشوف مو طرق كابتن حيدر كلام جوهري وتكلمنا به قبل خلف الكواليس. المهاجم الهدف هو مو بس تقييم، يعني المهاجم هو قيمته بالهدف، فلذلك مهاجمينا ما ظهروا بالصورة اللي كنا ننتظرها. وتعرف يعني الان كرة القدم كلها احصائيات، يعني بطولة كاملة مهاجمين ما مسجلين، هذا شيء انا اعتبره خطير. يعني اكو خلل في 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 منظومة او مو منظومة المهاجمين اللي عندنا. يعني شوف كل اهدافنا الجوانب مدافع، يعني اذا شنو؟ مثل ما قال كابتن حيدر ما قدموا نفسهم. شكرا جزيلا كابتن حيدر، شكرا جزيلا كابتن علي.